اللواء البحسني يتفقد عدد من المنشآت التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة عدن. بعد العثور عليه مقتولا بشقته بالقاهرة والقبض على قتلاه، رئيس الوزراء يجري اتصال هاتفي بأسرة الفقيد اللواء العبيدي. رئيس الوزراء يوجه بتوفير باخرة عائمة لتوليد الطاقة بقدرة 100 ميجاوات لتعزيز الكهرباء بعدن، ويشيد بدور جامعة عدن والدور المعول عليها في تقديم أفكار لمساعدة الحكومة. الوكيل بن حبريش يناقش أوضاع عدد من الأندية الرياضية بساحل حضرموت. دورة تدريبية بالمكلا لعناصر الشرطة النسائية عن دور الدفاع المدني في مكافحة الكوارث والحرائق.